مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلاتو المونديال. في هذه الحلقة نستضيف اللاعب المحترف السابق عبد الجليل الحجي. عبد الجليل الحجي لاعب مارس في فريق الفتح حيث نشأ، ثم انتقل إلى فريق الاتحاد البيضاوي ودافع عن ألوان فريق نادي الرياض السعودي قبل أن يصبح أول لاعب مغربي يحترف في الصين. سي عبد الجليل الحجي، قبل ما نبدأ نتحدث على المونديال، ممكن أنه تكلم لنا على تجربتك أنت في الصين والسمعة اللي كيحظى بها اللاعب المغربي وما إلى ذلك؟ شكرا على الدعوة. يمكن يتقلقون أصحاب القرد الفلاحي اللي نسيتهم، لأنه مارست سنتين بالقرد الفلاحي وسبورتينغ سلام. من ثم توجهت للديار السعودية صحبة الصديق حسين عموتة نادي الرياض السعودي. من بعدها هذه في سنة 96، من بعدها التحقت بالدوري الصيني، حيت كنا لعبنا واحد لاكوب دازي ضدهم مع الرياض السعودي، وكان تلاقى بي واحد لاجون وكان بروبوزا عليا الذهاب الى الصين، وكنت باغي نشوف هذه المغامره نحاول سميتو، وجاب الله تيسير. طيب، بعد لعبتي تما على امتداد 7 سنوات تنظن؟ اي، في سنه 97 98 كنت التحقت بنادي ليونينغ اللي هذا في شمال الصين، منطقة باردة. من بعدها انتقلت إلى فريق سيشوان في 98، مريت سنتين، ثم شينزين سنتين، ثم تشونشين سنتين. ومجمل القول أنه التجربة كانت جد جد ناجحة، ومروا بزاف ديال اللاعبين المغاربه تما اللي مع الاسف ما كانش الناس متبعاهم هنا، ك لاعب مجيد بويبود، لاعب الوداد، لاعب الغوطي، لاعب الاولمبيك، كان عبد الكريم الجيلاني في شينزين، كان شكون اخر عاد من بعد جاء نبيل باها، كان جاء الفريق داليان، و هادشي اللي طيب، نرجعوا للحديث على المونديال. حين نتحدث عن المونديال يتبادر الى الذهن مشاركه المنتخب الوطني المغربي، لانه بمشاركه المنتخب الوطني يكون للمونديال طعم خاص. بطبيعه الحال كانت المباراه الاولى اللي جرت يوم الجمعه ضد منتخب ايران، ويعني ضد التوقعات وايضا ضد مجرى اللعب وضد اي اشياء كثيره، نهزم المنتخب الوطني المغربي بهدف لصفر، وكان يعني القلق بالنسبة للجمهور المغربي. ولكن يمكن على مدار الحلقة غنشوفوا التحولات اللي كانت إيجابية بالنسبة للمنتخب الوطني أو للجمهور المغربي. سي عبد الجليل، إلى بغينا نشوفوا برؤية تقنية، انت كيفاش شتي المباراة اللي جمعت المنتخب الوطني ونظيره الإيراني؟ فعلى العموم كانت مباراة رائعة، كما الهزيمة كانت قاسية، انه تنقدر نقول سوء الحظ. زائد شنو نقول لك، تفاجئنا في الاول بالتشكيلة، انه انا فاجئني التشكيل ديال دخول الكعبي ودخول المرابط على اليمين وكذلك امين حارث، هذه مسؤوليه ديال المدرب، هو اللي عنده الحق في الاختيارات. انا كنت كنفضل انه الى ما كانش ديراري لعب. المهم كان تساؤل عند الناس كلهم على حول التشكيله. بدينا بدايه ممتازه، ذاك تولد الساعه الاولى هضرنا فرصه للتسجيل. بعدها جات واحد الكونتر اتاك ديال ليزيرانيا اللي لولا الحارس لا كانوا يقدروا يسجلوا علينا في الدقائق العشرين الاولى. في الفريق الايراني ظهر جاي باش يلعب النتيجه ديال، حيت هذه سي كوب دي موند، هذه سي يعني النتيجه. النتيجه هي المهم، ما كيهمش الشكل واش لعبتي مزيان ولا ما لعبتيش مزيان، بان بلي انه لاعب اللعب ديال لا كوب زيتي دومينا، هما الميلو تيران انه خنقوا، حيت حنا كان عندنا يعني ما كانش لا تحضير لا بناء العمليات، يعني مجرد انه حاصروا بوصوفه وزياش، هذو اللي عندهم واحد المهاره في تحضير وبناء العمليات، اتضح انه الناس جايه باش دير لي 3 بوين مينيموم 1 بوين.
حنا الجهد كان عندنا، كان مع المدرسة عندنا عشوائيه في مره كرة طويله، مره البناء ما قدرناش نبنيو معهم انه زون دوميني الميليو تيران تاع اغريسيف حتى اخر لحظه في اللقاء الناس زيتي كونسونطري بور سميتو وتعرف في لي بالزاريتي. انا ما عرفتش انا السي المرابط انه تنظن انه هذاك خطا هاوي، لانه يعني ما نحملش المسؤوليه اللاعبين الاخر كلهم تقاموا بمباراه جيده، انه الخطا في ذاك المنطقه وفي ذاك التوقيت ما يمكن ليش يديرها بروفيسيونيل. تنشوفوا اللي دخلنا كنحمل المسؤوليه المدرب حيت هو اللي اقحم اللاعب. زائد تقنيا ان الوقوف ديال بوهدوز انه تما في ذاك البروميير بوطو في ذاك البلايص ما تيقدرش، ما يمكنش نحط مهاجم. حنا لعبنا الكره وكنفهموا يقدر يكون تما ميلو ديفونسيف بالنسبه للدفاع، الناس كتكلف داك الماركاج انديفيديوال سورتو لي كورنير لي بالاغيتي اللي تيكونوا قرابين للكورنير. فبوهدوز انا ما متفقش يكون في داك المكان، يقدر يكون الاحمدي، يقدر يكون ميلو ديفونسيف اللي حيت خصها حرفه هذيك باش نو مسكين خانتو الكره وهذا الشيء كيوقع، هذا الشيء كيوقع. المهم انه هزيمه قاسيه للمنتخب المغربي، ويمكننا نتجاوزوا هذه المسائل. كان انا تنقدر نقول سوء الحظ وزائد سوء الاختيار ديال التشكيله. انا قلت كما قلت في الاول تفاجات الدخول ديال الكعبي، تنظن انه كان يخلي سي بوطيب اللي يلعب مع الاقصائيات وسميتو، والدخول الكعبي كيجي تاي من الكعبي ملي كيجي في دوزيام ميتون وهذا كيعطي ان بلوس. دابا حتى داك بوطيب حتى هو حطمناه شويه. زائد نقدر نلعب منديل، لانه الى بريباري افيك منديل سيني با لي ديرار ديال لعب حكيمي، سامبلومون لعب حكيمي ولعب منديل اللي ما لا ولا ما نديش منديل، فهمتيني هذا الشيء اللي بطبيعه الحال. هذا يمكن كان حتى ملاحظات ديال رجل الشارع وايضا تقني، انه هذاك التغيير لما كان تغيير اضطراري لما تصاب المرابط كان مفروض انه منديل، لانه كان نقاش حول حضوره ومدى استحقاق الحضور هذا، ولكن طالما ان المدرب اصر على اشراكه كان المفروض انه على يعني مصاحبته كان المفروض انه يشارك ويرجع حكيمي الموقع ديالو الاصلي اللي كيلعب فيه فريق ريال مدريد اللي هو مركز ظاهر الايمن. يعني بالنسبه لنا يعني كانت شفنا الرؤيه ديال التقني ما دمشتنا المباراه وشفنا ورقة على المباراة، نشوفوا الآن يعني رجل الشارع المغربي اللي كان عنده رأي فيما يخص أول ظهور للمنتخب الوطني في منافسات مونديال روسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كعرف الجميع أن المقابلة الأولى ديال المنتخب الوطني ضد المنتخب الإيراني تسرقت من المقابلة أو هدينا المقابلة للخصم. كما كيعرف الجميع فكما شاف الجميع انا اللي شاف المقابله، فالمنتخب الوطني المغربي كان قوي تكتيكيا وتقنيا على الفريق الخصم. ربما الهزيمه كيتحملها الاطار الوطني لانه قام باخطاء في بدايه الشوط، ربما في اواخر الشوط الاول كان يقنع عليه ان يقوم بتغييرات تكتيكيه في المقابلة. المشكل اللي كان عندنا في المقابلة هو وسط الميدان، وكان تكتف في وسط الميدان اللي ما كانش حرر اللاعبين، لأن المنتخب الوطني كما عرف الجميع كيعرف بالاتاك بلاسي، وأن ثلاثة اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا وسط ميدان دفاعي كبحال بالهندا وأحمدي وبوصوفا أنهم لعبوا ثلاثة مقابلات حبية ثلاثة بهم، وكان قريب الكأس العالم، وهاد ثلاثة اللاعبين كي بصفة 36 سنة، أحمدي كذلك توقف 30 سنة، ولاعب الهندا يعني لاعب كان كخصهم واحد الراحة واحد باش يدخلوا المقابلة الرسمية، لأن يعني حتى المقابلات الحبية كان تأثير على وسط الميدان، وحتى التغييرات في الآخر المطاف ديال اللاعبين اماكن اللاعبين ديال المرابط اللي لعب في الظاهر الايمن كان عليه تاثير، كان عليه تاثير كبير. وزياج وحارس ما كانوش محررين في المقابله، وحتى بن عطيه والسايس لانهم ما كانوا كيبغيو يطلعوا لوسط الميدان باش يلعبوا على لاتاك بلاسي،
ولكن كيلقى وسط ميدان مكتف، ما كيلقاوش مساحات فين يدخلوا يلعبوا الكره ويوصلوا الكره للزياش وحارس والكبي. المقابله ديال البرتغال واسبانيا كان كما كيعرف الجميع فالمنتخب الاسباني هو اقوى فريق المرشح للطفر بكاس العالم، عنده احسن فريق في العالم بالطريقه اللي كيلعب بها، بالتحول من الدفاع الى الهجوم والتحول من الهجوم الى الدفاع. الفريق البرتغالي في المقابله ضد اسبانيا فالمدرب كان عارف الحدود الامكانيات ديال الفريق ديالو، كان عارف لان صعيب سهل باش المنتخب الاسباني ياخذ لك الكره وصعيب باش تاخذ ليه الكره، ولكن النقطه القويه اللي كان عارفها المنتخب البرتغالي هي اللياقه البدنيه، كانت عنده لياقه بدنيه وتمكن وحتى ذهنيا ما استسلمش رغم انه كان منهزم ما استسلمش، والدليل على ذلك سجل هدف التعادل في الدقائق الاخيره، ورونالدو كان نجم المقابله. ربما حتى المنتخب الاسباني يقدر يلعب بدون مدرب، يقدر يلعب بدون مدرب، والخطا اللي قام به المنتخب الاسباني هو خروج داكوستا اللي حرر الظهير الايمن والظهير الايسر ديال المنتخب البرتغالي وتمكنوا من تحرير الوسط الميدان البرتغالي وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل بقوه لاعب رونالدو. بالنسبه للمقابله ديال البرتغال والمغرب كما كنعرفوا جميعا فالمنتخب البرتغالي ربما ما يقدرش يلعب بنفس اللياقه البدنيه اللي يلعب بها مع المنتخب الاسباني يلعب بها مع المنتخب المغربي، غيكون واحد العياء ديال المنتخب البرتغالي. كنتمنى المدرب يقوم بالتغييرات الفرديه ديال بعض اللاعبين، الاماكن ديال بعض اللاعبين، الاخص الظهير الايمن والظهير الايسر، حتى الاصابه ديال اللاعب مرابط فهي غتكون عندها تاثير. وكنتمنى رجوع ديال ديرار، ونتمنى ان المنتخب يلعب بشجاعه ويلعب بروح الوطنيه ان شاء الله، وتقدر يعطيو الكلمه ديالهم علاش لا ان شاء الله. سي حجيفة، يعني بعد ما شفنا بطبيعه الحال اراء الجمهور المغربي، كانت يلاحظ بانه الناس يعني المنتخب هذا اصبح او كره القدم بشكل عام اصبحت شبه مكشوفه بالنسبه حتى للرجل الشارع، يعني كاين وعي، كاين درايه، كاين معرفه تامه بما كان يجب وما يجب القيام به مستقبلا. فدابا كما قلتي حنا دابا 20 عام وحنا كنتسناو نمشيو لكوب دي موند، فكل شيء يعني كاع الانظار متجهه، كاع الشارع المغربي متجه، النساء ورجال يعني صغار وكبار، كل شيء دابا ولا مهتم بسميتو، كل شيء تقريبا كيفهم. ولكن تقنيا انه الفريق المغربي لعب بروح وكان يمكن ليه ينتصر، مع كامل الاسف انهزمنا، كان سوء الاختيار، عند الحق انه نكريتيكيو يعني الاختيارات ديال المدرب، هذا من حقنا احنا كتقنيين، يمكن هو قريب من المجموعه، يمكن هو اللي عارف انه انا شوي كونتخ باش يلعب المرابط في ذاك البلاصه، وانه تبارك الله المرابط تيعطي ان بلوس في الهجوم، يعني وسيرتو دابا عنده ذاك ليكسبلوزيفيتي في تبارك الله، هو اللي عندنا فيه شويه ديال لافيتاس، الدوايط تما يكون في الهجوم. علم انه السرعه هي الوسيله اللي يمكن بها تربح المنتخب الايراني اللي لاعبين ثقال. لا ما لاعبينش ثقال، لاعبين لعب ديال لا كوب. انا مني عاودت المباراه شفت الناس كتسنى، حيت المباراه طويله 90 دقيقه هذه، وكانوا في 25 مينوت ولا 24 مينوت كانوا غادي يسجلوا بيت، وكانت تشوف ايران وحده اخرى، يعني هذيك الساعه غادي تفتح اللعب وغادي نمشيو نقلبوا على التعادل، يقدروا يكونوا دي كونتر. راك شفتي شنو وقع الالمان ضد المكسيك، شفتي شنو وقع، يعني هذا كما تنقول هذا مونديال المفاجات، المفاجاه ديالنا هي الدقيقه الاخرى انه تسجلوا المرمى ديالنا. انا اللي مازال عندي الثقه في اللاعبين، وحنا مبدئيا جايين الهدف ديالنا انه هو نوصلوا لا كوب دي موند، وصلنا ليه الحمد لله. هاد النتيجه كانت خايبه، مازال عندنا جوج مباريات مع كبار، مع الناس اللي سون فافوري باش يديو لا كوب دي موند، نقدروا نديروا بحال اللي درنا في 86، لما لا؟ خصنا لا كونفيونس، خصنا نشجعوا المنتخب المغربي، خصنا نعاونوا ذاك الجمهور اللي كاين تما، مازال عنده كما تنقولوا يبقى مساندهم حتى الاخر، هذا هو البروفيسيوناليزم. حنا تايقين في اللاعبين ديالنا، في الاتحاد ديالنا، في المدرب ديالنا،
خصنا نبذلو مجهود اكثر ونحاولوا نحيدوا عليهم شويه ديال الضغط وتشجيعاتنا، ولما لا نديروا نتيجه ايجابيه ضد البرتغال، يعني سواء تنهزم بواحد الزيرو او تعلمهم او تنتصر عليهم راه كل شيء قريب وكنقدروا. اما لا كيليفيكاسيون الدوزيام تور كتبان لي انا شويه صعيبه، ماشي من بعد المباراه ديال ايران، من قبل منين طحنا في مجموعه اللي فيها اسبانيا والبرتغال راه كيبان الحظوظ بلي عندنا حظوظ قليله لتجاوز هذا الدور. وكما تيقولوا ما عرفنا شنو مونديال مفاجآت، ما عرفنا شنو كاين ان شاء الله نهار الاربعاء. طيب بطبيعة الحال منتخب ايران كان يمكن يبدو للمتتبع المغربي ولا هذا بانه يمكن الحلقه الاضعف في المباراه حاليا بعد في المنافسه، حاليا بعد اجراء المرحله الاولى منتخب ايران هو الذي يتصدر المجموعه بعد تعادل منتخبي اسبانيا والبرتغال في مباراه يعني شهدت كل ما يمكن ان تنتظره من مباريات كره القدم. نتابع واحد الورقة اللي عادها زميل ربيع الوريدي حول مباراة مواجهة ونرجعوا للحديث ونتناولوا الموضوع المجموعة اللي كي يضم ينتمي لها المنتخب الوطني بإسهاب. موقعة البرتغال وإسبانيا اختصرت في الأهداف الثلاثة التي أحرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو في القمة الإيبيرية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3 أهداف لكل طرف. رونالدو اللاعب الذهبي للبرتغال سجل 3 أهداف رائعة رفع حصيلته إلى 84 هدفا في 151 مباراة مع منتخب بلاده، وأصبح أول لاعب محترف في إسبانيا يسجل في شباك لاروخا في المونديال. المنتخب الإسباني اعتبر تعادله في المباراة الأولى إيجابيا، حيث أنه دخل المواجهة المثيرة على أمل التعافي من هزة كبيرة تعرض لها قبل انطلاق المونديال بإقالة المدرب لوبيتيجي وتعويضه بفرناندو هيرو. التعادل بين البرتغال وإسبانيا فرض عليهما اقتصام النقاط في العرس العالمي خلف متصدر المجموعة الثانية المنتخب الإيراني الذي حقق فوزا مثيرا على نظيره المغربي بهدف دون رد، وبذلك تكون مهمة أصدقاء المهدي المنعطية صعبة أمام زملاء رونالدو الأربعاء المقبل وراموس في ختام المجموعة الثانية. سي عبد الجليل، بالنسبة للتعادل ديال إسبانيا والبرتغال، واش ما خففش ما يكونش عامل اللي خفف شوية الوطء بالنسبة للمنتخب الوطني؟ علاش؟ لأنه يعني الآن بطبيعة الحال ما عندناش نقاط، ولكن أقوى المنافسين يلا عندهم نقطة نقطة، واش هذا ما يمكنش يكون عامل مساعد على أنه نناقشوا المباراة المقبلة يعني بثقة في النفس أكبر من الوضع اللي خرجوا فيه اللاعبين من الناحية النفسية وهم من ما، لأنه شاهدنا بأنهم كل شيء كان حاضر رأسه وكل شيء متضمر لأنه جاء الهدف آخر دقيقة. بالنسبة للتعادل ديال إسبانيا والبرتغال، بالنسبة هذه نتيجة إيجابية لهم بجوج، فرق كبار عارفينش خصهم يخرجوا من هاد القمة بأقل ضرر، لأنه اللي نهزم فيهم كان هذا يكون عنده واحد يعني يكون عنده واحد عائق كبير باش في المباراة الثانية. حنا دابا عندنا البرتغال اللي عندها نقطة واحدة، حنا عندنا كما قلتي عندنا 0 بوين، دونك توت اي بوسيبل. فهمتي؟ على الورق البرتغال هو المرشح، هذه ما خصناش دخلنا العاطفة ونبقاو نقولوا شي حوايج واحدة أخرى، أنه البرتغال قوي على المغرب، لكن حنا كمجموعة إلا مازال عندنا ذاك الثقة ومازال في الفوتبول كل شيء كيقدر يوقع. أنا عندي أمل إن شاء الله في المغاربة الفريق الوطني أنه كما تيقول ديستابيليزي ذاك البرتغال افيك دي كونتر افيك اللي ما نسجلوا شي هدف، يعني ما كتعرفش المباراة كيفاش تقدر تدوز. مي تنظن أنه صعيب علينا من بعد هزيمة ونحن كنا نستحقوا على العقل التعادل، تنظن انه المباريات اللي باقي لنا صعب بزاف. نشوفوا ان شاء الله، نتمنوا الخير
كما كنقولوا، مي تيبان لي بلي شويه الفريق البرتغالي انه احسن من الفريق المغربي. طيب على المستوى يعني النفسي، يعني المستوى اللي ظهروا به لا اسبانيا ولا البرتغال، هل يعني هو مخيف ام انه ينبغي ان يكون محفز؟ لانه لما تتلعب يعني في مباريات وانت عندك خبره في هذا المجال، تلعب مع فرق قويه كتبغي تكون انت اقوى، فكما هذوك الناس دي برو، هذاك تيدخل يخدم تي بحال يعني ان بروفيسيونيل، تيدخل شي لو ريتم باش تلعب المباراه، ريتم ديال نصف نهايه ديال كاس العالم او نهايه، هو لو ريتم اللي كتشوف الدومي فينال ديال تشامبيونز ليغ، هو لو ريتم اللي كتشوف ديال القمم ديال ريال بارسا، يعني كانت بحال كتشوف يعني مستوى عالي عالي جدا. غادي نشوفوا كيفاش البرتغال كيفاش غادي يبداو حتى التشكيله الرسميه. انا خصني نعرف دابا السيد رونالد كيفاش غادي يدخل، واش يخلي نفس التشكيله، واش غيرجع للدفاع ويمشي بلي كونتر، او يعني بزاف ديال المهمات ما كتعرفش. القاعده كتقول بانه الفريق اللي كيربح ما كنبدلوش، ولكن الفريق اللي نهزم لابد انه كتكون فيه تنظن روتوشات. غادي يكون تغيير، انت نتكلم انا على الطريقه التكتيكيه ماشي تغيير نظام اللعب. حتى في المباراه الاولى راه ما قامش بتغيير، انا بالنسبه لي قام تغيير بلاعب، ما كانش تغيير في الاسلوب، ما كانش تغيير تكتيكي، ضروري كان يغير شويه الاسلوب، انه هما تفوقوا هنا في وسط الميدان، كان على الاقل يلقى شي حل باش يتليبر هذاك زياش وداك بوصوفة اللي ما شفناهمش، اللي هما كيقدروا يديروا. كنشوفوا دابا كيفاش غادي يلعب ضد البرتغال، انه الى رجع للدفاع وبغى يمشي افيك دي كونتر فافير دي كونتر، تنظن انها صعبه. الى حل كما تيقولوا اللعب ودخل باش حتى هو يهاجم حتى هي راه صعبه، كنشوف انه اللقاء صعيب وصعيب صعيب بزاف. طيب على أي ف يعني المنتخب الوطني طوى الصفحة ديال المباراة ديال إيران، وفتح صفحة جديدة سواء على مستوى التحضير سواء على مستوى يعني الإعداد من كل النواحي. ف يعني المنتخب الوطني هناك يخوض تداريب مراسلنا أو موفدنا من سان بيترسبورغ بعث لنا بالورقة التالية حول المنتخب الوطني. اليوم الاثنين جرى المنتخب الوطني قبل قليل حصة تدريبية بمدينة فورونيج، يعني كانت حصة اللي حضر فيها جميع اللاعبين بما فيهم أمرابط ودرار، ولكن أمرابط كانت ليه بعض يعني كان ما تريناش ما تدربش يعني مع المجموعات، درب بشكل فردي ربما، وكان هناك احتمال كبير كيفما شار الطبيب عبد الرزاق فتي الى ان اللاعب غادي يغيب على هذه المباراه اللي غتجرى في موسكو يوم الاربعاء المقبل. بالنسبه للحصه التدريبيه كيفما شرت كانت يعني مغلقه، ما كانش بحال ديال البارح اللي كانت حصه مفتوحه اللي كانوا حضروا ليها صحفيين وحضروا ليها حتى عائلات ديال اللاعبين وكذلك صحفيين برتغاليين اللي جاوا يشوفوا المنتخب الوطني وتحضيرات ديالو. وكان هناك تصريح اللاعب فيصل الفجر ليأكد عليه على انه الامور نسوها بعد شيء، رغم ان الاثر ديالها مازال، ولكن تطمئن الجماهير المغربيه بان اللاعبين غاديين يلعبوا وغيعطيو كل ما في جهدهم باش يساعدوا هذه الجماهير الكبيره اللي حجات روسيا للمسانده ديال اللاعبين والمنتخب الوطني في المشاركه ديالو الخامسه في المونديال. نتلقاو في مراسلة جديدة إن شاء الله. يمكن إلى ربحنا شي حاجة من هذه المشاركة في المونديال خصوصا من بعد المباراة، هو السلوك الحضاري بكل ما تحمله الكلمة معنى ديال الجمهور المغربي، سواء اللي كان كيداول فيما بينه في وسائل التواصل الاجتماعي أو الجمهور المغربي الحاضر هناك، لأنه بحال اللي شفنا فكانت يعني كان دعم للاعب وحدوز، لانه ما يمكنش اللاعب يعني ماشي اول لاعب او ثاني لاعب اللي سجل ضد هدف ضد مرماه، وبطبيعه الحال هذا غير مقصود. ثم ثانيا دعم المنتخب الوطني، لانه انا كلاعب مغربي كتوصلك اصداء ديال الجمهور ديالك بانه مازال تايق فيك، وهذا كيكون عندها تاثير او لا سي حشي؟ فكما شفتيني انا ما جبتلكش كاع بوحدوز، انه هذا خطا اللي كيقدر يوقع فيه اي واحد. انا تنعاتب اللي حط بوحدوز في ذاك البلاصه، فهمتي؟
زائد انه الجمهور المغربي تبارك الله اللي تبع كما تنقولوا تبع المنتخب الوطني لروسيا يعني ظهر يعني فاجئني تبارك الله داك انه عندنا جمهور اللي مشى من المغرب جمهور عندنا الجاليه ديالنا اللي في اوروبا فاقل ما يدير هما يساندوا في يساندوا بواحد الدز اللي قدم مسكين اعتذار وقدم اعتذار دو فوا حنا قابلين الاعتذار ديالو انه هذه مسائل انا مريت كلاعب كتقدر توقع هذه المسائل بالعكس هذه هي الفرصه فين حنا اللي نساندوه ولما لا ان شاء الله يدخلوا لنا كاع ويجيب شي هدف في البرتغال ان شاء الله. بطبيعه الحال فتسجيل هدف ديال المرمى خصوصا في كاس العالم حنا عشناها في مباراه المغرب النرويج مثلا يوسف شيبو هو تحدث عليها شيبو بنفسه ايضا مباراه ديال فرنسا وجنوب افريقيا لاعب سجل هدفين ضد المرمى اللي هو بيير عيسى يعني كانت ربما غير ديك الصدمه البدايه ولكن الحمد لله انه استطعنا نخرجوا منها بسرعه وكان شيئا لم يكن فبوحدوس يبقى لاعب ديال المنتخب الوطني لاعب اللي يعني قنع يعني بالمستوى ديالو المدرب ثم انه سبق ليه حرزنا هدفين ضد طوغو في نهائيه كاس افريقيا للامم يعني احنا يعني كشعب مغربي وكرياضيين ذاكرتنا ماشي قصيره وما نسيناش داكشي اللي دار بوحدوس وهو اشو ديك الساعه ملي تيتمارك البيت اي واحد غادي يتقلق وغادي يقدر يعاير او يشتم بواحد الدوز ولكن افروا بنادم ملي كيرجع لسميتو كيلقى حنا اللي خصنا نعتذروا ليه يعني الناس اللي شتمات ولا سبتو هي اللي خصها تعتذر ليه وحنا ما تنشكوش في اي لاعب تما لانه كلشي عارفينه بلي انه يعطي داك 100% ديالو اللي باقي انه كيما تنقول لا بريسيون كانت كبيره على المنتخب المغربي راه قلت لك منين وقعنا في هذه المجموعه ما بين مع البرتغال واسبانيا كان عندنا داك جات ان ستريس كلشي كيفكر كيفاش غادي ندوزو نساو ايران اما كما كنقولوا في مونديال 86 ونذكروا سين مدي فاريا اللي كنت تمرنت مع واحد كنت لاعب ديالو مدة سنة كان ما عمرو فكر في الدوزيام ماتش والتروازيام ما كان تيقول لي انه منين كان تيفكر في الماتش ديال لابورون الاولاني حنا كنا مركزين على المباراة ديال ايران ونساو البرتغال ونساو حيت لا كوبوا هذا يعني عندنا المباراة الاولى هي ايران مع الاسف كلشي كان مركز يمكن يعني التركيز كان مشتت بين هنا الفالي كان كونسونطري على الماتش الاول ونحقوا نتيجه ايجابيه في الماتش الاول هي اللي كتعطيك شوف دابا النفسيه باش غادي يلعب الفريق الايراني بالنسبه لي دار ان با في الدوزيام تور حتى الا ما دارش لو با الا ما داش الدوزيام تور كيتسمى بلي راه قدم مونديال في المستوى دابا حنا لا قدر الله نهزمنا تكون كارثه واخا تكون الكارثه خصنا نوصلوا للخدمه ديالنا انه حقيقه لا فيدراسيون خدامه الناس هذا المدرب اللي جابوا يعني حقق نتائج حاول يجمع واحد الجروب ممتاز رائع انا ربما شويه انه مقصر من الجانب ديال اللاعبين اللي كيلعبوا في البطوله الوطنيه انه انا كنت مع كراش كنشوف وناجم كنشوف السعيدي كنشوف لاعبين من الرجاء كنشوف فهمتي بدلا من بعض اللاعبين ما لا داعي للذكر الاسماء ديالهم غادي نذكرهم علاش اللي ما نذكرهمش بحال النصيري اللي ما قام بوالو في هذه السنه انه كتشوفوا في سميتو انه نجيب واحد من البطوله المغربيه احسن ليا من سميتو حيت ما كانش كيلعب اولا انه تيهضر على البيرفورمانس ولا اللاعب اللي تيكون اون فورم في داك لو مومون ما كانش بيرفورمون كان في رومبلاسون توت لاني حتى مالاغا يمكن سقطوا الدوزيام ديال عاد بدا كيلعب في هاد لي 5 ديغني ماتش كان بالاحرى انه نجيب لاعب من البطوله المغربيه لانه اللي مقصرين من هذا الجانب تنظن ايه بطبيعه الحال فانا يعني خديت يعني بعض الرسائل من الحديث ديالك خصوصا الجانب الايجابي هو انه احنا بطبيعه الحال مشاركتنا في نهائيه كاس العالم راه عندها اهميتها ولكن احنا ماشي منتخب بلد ديال اللي عنده منتخب اللي يمكن يفوز بكاس العالم باش نبلغوا لدرجه ديال التذمر احنا كنقولوا يعني كنناقشوا بعض الاشياء وبطبيعه الحال انه
الغيرة ديال على البلاد وعلى المنتخب هي اللي كتخلي الناس انها كتحدث يعني يعني تتخرج كل ما عندها، ولكن المشاركة باقي ما انتهتش. احنا شفنا بطبيعة الحال المنتخبات اللي عندها باع طويل في كأس العالم واللي هي مرشحة. نشوفوا مثلا المنتخب الألماني اللي فاز بكأس العالم واللي هو قيد حملة للدفاع عن اللقب ديالو، ونشوفوا المنتخب البرازيلي أيضا اللي تعادل مع يعني مع سويسرا وبقت تأكدت ديك العقدة السويسرية بالنسبة للبرازيليين. فهاد النتائج هذه اللي ظهرت في هذه الأيام الأولى، واش ما يمكنش أنها تخفف شوية الوضع على العناصر ديال المنتخب الوطني؟ تنهضروا دائما على الجانب النفسي لان الجانب الذهني هو اللي اساسي. والمونديال شفتي تا كاس اوروبا كانت هناك مفاجات، دابا الكل ولا كيستعد استعداد ما بقاش. الفرق الضعيفه بحال هذه كتلقى 24 ايكيب ولا 32 ايكيب كتلقى واحد اربعه ولا خمسه اللي شويه ضعاف، ما البقيه كلها ولات في مستوى عالي من التركيز وقادرين باش يعطيو 90 دقيقه يخليو اللي عندهم ويجاري كما تيقولوا فرق كبيره. يعني كالمانيا انا دهشني المستوى ديال الفريق المكسيكي امس، حتى الفريق ديال استراليا اللي تا فرنسا الحمد لله انهم جاهم ذاك الهدف في الاخر، انه ما بقاتش ولا كلشي سواسيس خاصه في البريمير تور. وقتاش كيتبان الفرق القويه؟ كتبان في لي ماتش ديسيزيف ديال لي كارد في الويتيام الكارد فينال، عاد تما كيبان لو بوا ديال الناس ديال الفرق العريقة كألمانيا كإسبانيا كإنجلترا. اللي كاين هو أنه كما تنقولوا خصنا نبقاو كونسونطري ماشي على النتائج. هذه كانت مفاجأة ولا سميتو دابا اللي عندنا هو البرتغال، وعندنا خصنا نقدموا مقابلة جيدة ولما لا إن شاء الله الفوز، حيت بحال هكذا كنا كنتكلموا في 86 كان كل شيء تيبان بعيد، فإذا به انتصرنا عليهم بواحد كما كنقولوا كانوا دي زيليمون كبار، ودابا يمكن لهم هادو تا هما يكبروا ان شاء الله مع نتيجه ايجابيه ضد البرتغال. طيب بطبيعه الحال فكأس العالم هو ليس فقط يثير الانتباه بحكم انه مشاركه المنتخب الوطني، ولكن ايضا يثير الانتباه بحكم انه يعني واحد من ارقى التظاهرات الكرويه على الصعيد العالمي. كان لنا لقاءات مع جمهور المغربي سواء في مدينة الرباط أو هناك يعني في إسبانيا للحديث عن مشاركة المنتخب الوطني في المونديال مباشرة بعد المباراة الأولى. الجالية المغربية الأخرى يعني عاشت اليوم وشجعت يعني هنا خاصة من مدريد، على كل حال يعني شجعت المنتخب الوطني المغربي، وكنا نتمنى خير في المشاركة المغربية بعد غياب دام 20 سنة. إذا صراحة يعني هناك هزيمة اليوم تركت مجموعة من الانطباعات لدى الجالية المغربية. أولى هذا الاسم كريم محمد أخي. سي محمد، يعني شأنك شأن باقي الجالية المغربية هنا بإسبانيا، خاصة وأن المنتخب الوطني المغربي يتواجد معنا دير إسبانيا، يعني كيف لاحظتم يعني مقابلة اليوم؟ وزعما مع زعما فرصة كانت مزيانة اليوم في المنتخب الإيراني باش المنتخب المغرب يكون عنده الفوز الأول في المونديال، ولكن مع الأسف هذا الماتش الأول اللي خسروه. كنتمناو إن شاء الله بالتوفيق الفريق الماتش مع البرتغال ومع إسبانيا يكون في المستوى إن شاء الله، ومعهما من الفريقات اللي مجاهدين في المونديال. كنتمناو ولو غير بالتعادل إن شاء الله غتكون عنده واحد المرتبة عندنا حنايا عالية إن شاء الله. السلام عليكم اخي. الكلمه اليوم الاخ اليوم كنا كننتظر فريق الصاب المنتخب المغربي يقدم شي مباراه في المستوى، ولكن الغالب الله الاخ المباراه كنا كنتسناو المنتخب الوطني يقدم لنا شي نتيجه زعما احسن ما كنا كننتظر الان مع المنتخب، ولكن الله كما كيقولوا الله غالب. وكنتمنوا في الفرصه القادمه المنتخب الوطني يقدم شي مباراه احسن ويستدرك الموقف ويقدم لنا شي نتيجه احسن من النتيجه هذه، وكنطلبوا من الله يقدم شي نتيجه مزيانه ان شاء الله، واخا يبين كره جميله ويلعب كره جميله. على كل حال اخي جاكم، كما تلاحظ ولاحظنا مع الجمهور الرياضي على اساس بانه
حتى يعاب على التغييرات التي قام واقدم عليها المدرب. نعم حنا ما كناش كننتظروا هاد الخطه يلعب بها هذا، وحتى التغييرات اللي عملتها هي ما كانتش زعما مناسبه، بان الاجنحه كان المنتخب الوطني المغربي كيلعب بدون اجنحه، كنا كنلاحظوا بان المنتخب الوطني كان كيلعب بدون اجنحه، ورغم في دكه الاحتياط كان كيتوفى على لاعبين اللي كيلعبوا في هذوك البوزيسيون ديال الاجنحه، وانما هو ما عرفش انا المدرب شنو بغى يعمل، وهذاك كتبقى الاختيارات ديالو، هو كيتحمل المسؤوليه ديالو، وحنايا راه انت عارف حنايا مساندين المنتخب الوطني، يا هزم يا ذبح يا حنا معاه. حنا لحد الان ما فقدناش الامل، وانما كما كنقول حنا كنتمنوا عي قدم واحد الكره جميله كما العاده اللي كان كيقدمها في المباراه الاخيره، وان شاء الله يا ربي كنطلبوا من الله بعدا يقدم لنا مباراه في المستوى مع المنتخب البرتغالي ومع المنتخب يستدرك الموقف ويقدم مباراه جميله، وبعدا يبين على ما كان كيعمل في المباراه الحبيه والمباراه ديال الاقصائيات، وان شاء الله يا ربي كنتمنوا منه يقدم لنا شي مباراه جميله ويستدرك الموقف على الاقل بعدا يقدم لنا واحد المباراه في المستوى. فالامل تبقى معلقه على الاربعاء القادم لمواجهه المنتخب البرتغالي، صحيح بان المهمه لن تكون سهله ولكن ليست مستحيله على اعتبار بانه المنتخب الوطني المغربي ابان اليوم على مستوى طيب، بامكانه ان يقول كلمته فيما تبقى من اللقاءات، ولكن يجب تدارك الاخطاء وتدارك يعني بعض الاشياء التي يجب على المدرب يعني مراجعتها. اذا كلنا امل ان شاء الله ان يشرف المنتخب الوطني المغربي الحضور يعني في المونديال روسيا، خاصه هو تشريف يعني للمغاربه داخل الوطن وخارجه، ونلقاكم ان شاء الله في باسم جريده سبور لوماتا يعني والصحراء المغربيه في فرصه قادمه على امل ان شاء الله، ولما لا في انتصارات قادمه خاصه على المنتخبين البرتغالي والاسباني. دمتم بخير والى اللقاء. سي حجي بطبيعه الحال يعني الاراء كانت تصب حول انه الكل كان يتمنى، الان ما وقع وقع، يعني خذينا المباراه الاولى دخلنا في حمام المنافسه، فشنو اللي ينبغي التركيز عليه قبل المباراه ديال البرتغال وخلال مباراه البرتغال؟ بالنسبه ل كما كتقصد لاعبين او يعني سواء اللاعبين او المدرب يعني المجموعه ككل، فدابا انه عندنا مشكل ذهني انه يعني الهزيمه الاولى كانت قاسيه، فانه خصنا نشتغلوا على الجانب الذهني، وهذا اكيد انه المدرب غادي انه من التصريح ديالو كيبان ملي صرح بانه هو المسؤول الوحيد على النتيجه، هذا ديجا كيخفف على اللاعبين، فانه خصو يخدم الجانب الذهني، وان شاء الله انا كنظن ان واحد المغاربه دائما خاصه ضد الفرق الاوروبيه كيقدم مستوى كبير وكبير بزاف، انه الا تقنا الثقه في النفس والتركيز على الفرص اللي غادي تجينا، تقدر تجيك دو زوكازيون ولا ثلاثه وماكسيموم ولا وحده، خصنا نكونوا مركزين ما امكن 100% بانه كما تنقولوا نسجلوا وما نضيعوش ذاك الفرصه اللي تقدرت يرتابك منها الفريق الخصم، ولما لا ولا بدا غادي يجيو ان شاء الله باش في حاله ما سجلنا انه يقلبوا على التعادل، خصنا نستغلوا لي كونتر اتاك لي كونتر اللي غادي يجيو، هذا هو الصوره اللي تقدر كما تنقولوا تزعزع الثقه ديال الفريق البرتغالي، هو تسجل عليهم واحد الهدف، اما الا بقيتي راك الدفاع وكتسنى في تنظن في حاله ما سجلوا علينا هدف تقدر تكون النتيجه ثقيله. طبيعة الحال هذا اللي تقول القاعده بانه يمكن في مباراه كتبحث على الانتصار وتقدر تنهزم، ولكن الى بحثتي على التعادل راه يمكن راه الفرص ديال انك تنهزم اكبر منها الا كنتي كتبحث على الانتصار. خصنا نقلبوا على هدف، هذا ضروري، حيت حسابيا حنا منهزمين لازمك تنتصر، ما كتشوفش الخصم اللي قدامك، خصك تلقى واحد لو سيستيم باش تقلب على هذا باش تنتصر هذا، وخصك توري الخصم ديالك باللي رانا جاي باللي قادر نسجل عليك باش تزعزع كما تنقولوا الثقه ديالو، ما الا حس بك شويه هذوك الفرق الكبيره ان فوا يحس بك شويه مرتابك غادي كما تيقولوا غادي ينقض عليك ويقدر تقدر تكون النتيجه كبيره. طيب بطبيعه الحال بحال هذه المباريات هذو كيكون جانب اخر اللي عنده اهميته هو الجانب ديال الخبره، فاحنا ما كنتكلموش على الخبره في المونديال بحكم انه 20 سنه ما شاركناش في المونديال، وبالتالي هذا الجيل هذا جيل جديد، ولكن الخبره يمكن مع الفروق يمكن على مستوى القاري،
واش يمكن الخبره اللي كيتوفروا عليها مجموعه العناصر ممكن انها تفيد في مواجهه منتخب البرتغالي. فتكلمت على عامل مهم لانه لا لا فيدراسيون لاول مره كت لا لونترينور لا الاتحاد لا اللاعبين اول مونديال عندهم دونك نو با سي ديكسبيريونس بالنسبه للمونديال. اما الفريق البرتغالي يعني عاد لعب كاس اوروبا اللي تقريبا بنفس الشكل تقريبا نفس القيمه كمونديال يعني كاس اوروبا. انا بالنسبه لي بحال مونديال مصغر يعني عندهم تجربه كبيره في المونديال. فهاد هادو كما تيقول المسائل السلبيه اللي عندنا انه ما عندناش تجربه، لكن تجربه هي يوم المباراه كتقدر تاخذ تجربه، يعني هذه تاخذ تجربه سواء انهزمتي او انتصرتي. فانتصار غادي يعطينا ثقه كبيره للمور ان شاء الله للدور الثاني، مع انه دي بورسونتاج قليل هذا اللي كنتكلم عليه انتصار، يعني عندنا بورسونتاج قليل باش ما نكذبوش على راسنا، خصنا نواجهوا هذا هو هذه الحقيقه اللي قدامنا، انه الهزيمه الاولى دائما في الكوب عندك يعني سورتو في دور المجموعات يكون عندك ثلاثه المباريات ملي كتنهزم الاولى راه تتولي 90% انك تقصيتي. المباراه الثانيه هي اللي كتعاود تقدر تزيد تقدر ترجعك ل 50%، تقدر تكونفيرمي لا ديسكاليفيكاسيون ديالكم. بطبيعه الحال فمادام هضرنا على التجربه فمن اللاعبين اللي عندهم تجربه فيما يخص الدفاع عن القميص الوطني هناك العميد المهدي بن عطيه اللي شارك في يعني في مباريات الشامبيونز ليغ الاوروبيه، واجه لاعبين كبار، فيعني واش ماشي ممكن انه هذيك الخبره ديالو تقدر تفيد المجموعه على اساس انه يجي الاصدقاء ديالو باش ما يرتبكوش ضد منتخب برتغالي اللي هو يمكن على مستوى المجموعه كمجموعه عنده قوه في فرد اللي هو كريستيانو رونالدو. فهذا اكيد انه دور القائد خاصه اذا كان كيلعب فريق كبير، وانه سبق جاور فروق كبيره من اودينيز ملي بدا مشى لروما اللي دار اون سيزون مزيانه تما، من بعد مشى لبايرن ميونخ ما كانش ما توفقش، ما كانش مزيان، ما كانش مستوى، مشى لجوفنتوس مره كيلعب مره لا، عنده تجربه كما تنقولوا، مي دور القائد ما كنحسوش به في هذا المنتخب. هذا هو اللي هيطمئن اللاعبين. انا سي با انا ما قريبش منهم، مي حنا تنهضروا ملي كنشوفوا من بالاعيون ديالنا من خلال التلفاز، ما كاينش داك اللي كما تيقولوا اللي كيسير المباراه واللي كيقدر يقتاش يعرف يكالمي طومبور لو جو، يقتاش يقدر حيت لو ريتم باش بدينا في المباراه ايران داك الفامي كانت فيها شويه العشوائيه، وجاتنا اوكازيون ولكن ماشي بالطريقه ديال المغربيه. هذيك الطريقه المغرب اللي شفناها في لي ماتش اميكو ولا لي ماتش ديال دو كاليف كان البناء، كان بوصوفا كيقيس تيدوزو كاع الكور على بوصوفا وعلى بالهنده وعلى زياش عاد كنوصلوا لسميتو. انه الفريق البرتغالي كما غادي نعاود نرجع لك انه قوي جدا، فتنظن انه ما غاديش تحتاج غير بنعطيه بوحدو، خص 11 لاعب تكون واجده، والاكسبيريونس كما تنقولوا عندها واحد البورسونتاج على النتيجه، انه الفريق البرتغالي عنده اكثر خبره واكثر حنكه وعنده كريستيانو رونالدو وعنده لاعبين كبار، مي الكره هذه كما كنقول لك هادشي كامل كتقدر تزعزعو بهدف او بدي كونتر اللي هذا هو هذه كره القدم. حنا كنعرفوا الفوالي خصنا نقلبوا على هدف باش تربك الخصم، الا ما قلبتيش على هدف ولا ما سجلتيش تنظن انه الهزيمه غادي تكون. طيب بطبيعه الحال ان بين اركان ديال هذا البرنامج ركن اسد في المونديال، الاسد اللي يمكن نتكلموا عليه في هذه الحلقه هذه هو المهدي بن عطيه وهو رقعة مع عز الدين المخلوفي. لقبته الصحافه الايطاليه بصور المغرب العظيم لصلابته واستماتته في قياده دفاع يوفنتوس احد اعرق الانديه الايطاليه. انه الكابتن المهدي بن عطيه عميد المنتخب المغربي، خبرته الكرويه التي اكتسبها من الميادين الاوروبيه
تجمع بين أناقة الإيطاليين وواقعية الألمانيين وثبات الفرنسيين. كانت بداية مسيرة بن عطية الكروية موسم 2008-2009 بالليغ 2 رفقة فريق كليمون فودز، بعد أن انتقل الدوري الإيطالي السيري أ للعب مع أودينيزي. هناك دخل اسم مدافع الأسود دائرة أضواء، فاقتنصت عيون مسؤولية الفريق الأول العاصمة الإيطالية أسي روما، فواصل التألق والتميز مكناه من إثبات الذات. في هذه المحطة أصبح بن عطية حديث كبار الأندية الأوروبية، مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني، لكن الكابيتان كان له رؤي آخر، حيث فضل ممثل منطقة بافاريا الألمانية بايار ميونيخ الذي كان يدربه الإسباني بيب غوارديولا. فضل بن عطية الرحيل عن البيار بعد مغادرة غوارديولا نحو الدوري الإنجليزي الممتاز والانضمام إلى جوفنتوس الذي واصل معه رحلة التألق وحصد الألقاب. لم يتوقف نجاح بن عطية عند الأندية، بل طال أيضا المنتخب المغربي، حيث سجل حضورا تصاعديا منذ سنة 2009 إلى أن أصبح عميد الأسود يحمل آمال الجيل الجديد على عهد الناخب الوطني هيرفي غوناخ. سي حجي، بطبيعة الحال يعني مرت أيام يعني قليلة، ولكن من منافسة المونديال بحكم أنه اليوم احنا بصدد اليوم الخامس من يعني كنتحدثوا قبل مباريات اليوم الخامس، فكيفاش كتشوف انت يعني هاد الأيام اللي مرات ومن هاد المنافسة اللي الكل كيترقبها والكل كيتابعها على الصعيد العالمي؟ كما تنقولوا المستوى ديال المونديال مستوى مرتفع، كاين ريتم، كاين ريتم كبير، كاين مفاجآت، الفرق كلها اللي متواجده مستعده استعداد كبير، كاين مفاجآت كما قلت. مي غادي نشوفوا لي دوزيام ماتش، نشوفوا لا كونفيرماسيون ديال بعد الناس اللي خلقات المفاجاه. تنظن انه الفريق المكسيكي غادي يمشي شويه بعيد، انه الفريق الالماني غادي الناس غادي تعاود تستعد القوى ديالها وتفكر من جديد، وتنظن يفون سو كاليفي، حيت لو دوزيام ماتش والثوازيام ماتش ما غادي يكونوا قلال المفاجات، ماشي بحال لان كنت اولا تسبق لي دخلتي المنافسات، ثم ثانيا كتلعب ضد المنافس اللي انت شتيه وخديتي فكره على على الفرق اللي غادي تلعب معها. الفكره يعني كما تنقول عامل المفاجاه دي غادي يقل، غادي يولي كما تنقولوا الحقيقه هي اللي غادي تشوف قدامك. هذا المستوى ديال المونديال كما نعاودوا للسؤال ديالك انه مستوى كبير، وحنا اللي متمتعين بعد خاصة المتتبعين الرياضيين والناس اللي الناس الشغوفة بكرة القدم، فمازال ما شفنا والو، مازال إن شاء الله مازال المباريات هذه تكون مباريات كبيرة جاية، مازال ما شفناش الفريق التونسي إن شاء الله اللي كنتمناو ليه نتيجة طيبة، مازال ما شفناش إنجلترا. على العموم مستوى رائع ديال الفريق ديال المونديال. في نهاية الحلقة بطبيعة الحال كاين واحد سؤال تنطرحه على الضيف اللي هو ما يخص التخمينات، فيعني انت يعني تكلمتي بإسهاب على المباراة ديال المغرب والبرتغال، وبطبيعة الحال الرأي العام، ويمكن هذه تحدث لك تحت في الشارع والناس اللي كيعرفوك يعني ربما كيسولوك اش بالك في المباراة. السؤال اللي كيطرحه عليك الرجل الشارع حنا ايضا نطرحه عليك، هو اشنو بالك في النتيجه ديال المباراه، شنو كتوقعاتك خصوصا انك بنتي ليا متفائل؟ كيف ما كنقول لك على حسب قلت لك الطريقه، باش هذه الطريقه اللي غادي يختار السيد رونالدو، الا ركن الدفاع تنظن انه تكون هزيمه، الا حاولنا ننتصروا وكان عندنا اقتناع وكان عندنا واحد لا كونفيونس وواحد لا فولونتي باش تدخل تنتصر، لما لا تنظن انه نقدروا نتعادلوا في هذه المباراه، ولما لا الفوز بحصه 1-0 ان شاء الله. ان شاء الله. فبهذا على ايقاع التفاؤل كنهيو الحلقه ديالنا مع الضيف ديالنا سي عبد الجليل الحجي اللي كنجددوا له الشكر على قبول الدعوه، والى اللقاء في حلقه جديده وضيف جديد. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.